وهذا الفعل لا يعتبر تحريما في حقيقته للزوجة، وإنما هو منكر من القول وزورا عاقب الله سبحانه وتعالى من تلفظ به ألا يتمكن من وطء زوجته حتى يفعل الكفارة، وإلا لو وطئ قبل فعل الكفارة فهو قد فعل إثما وذنبا آخر، إثما وذنبا آخر، فتكون ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. فهي ليست تحريم وليست طلاق، ولم يفعل ولم يفتح تذكر الظهار في الباب الطلاق على أن طلاق، لا، وإنما ذكر لأنه قول يشبه الطلاق وهو منكر من القول وزور أعظم نكرة حتى من الطلاق. ما قال الله سبحانه وتعالى في الطلاق أنه منكر من القول وزور، لكن الظهار منكر من القول وزور. نعم.